اليوم بعونه تعالى تم افتتاح مشروع الأرشيف الإلكترونية بالتعاون مع مركز الكفيل لتقنية المعلومات التابع للعتبة العباسية المقدسة، وأن الهدف من هذا المشروع هو تقليل الورق والمساحة الضائعة عن طريق تحويل المستندات والملفات المهمة إلى ملفات إلكترونية. ومن خلال هذه المناسبة أود أن أتقدم بفائق شكري وامتناني إلى كل من شارك في إنجاح هذا المشروع، على رأسهم مركز الكفيل. منصة لها فائدة كبيرة بالنسبة للطلبة من ناحية تنظيم وقت الطالب، وهنالك بعض الملاحظات اللي تكتب عندما نفتح صفحة السراج، مقولات أو أحكام جميلة تفيد في حياتنا. جامعة الكفيل، إبداع وتميز ورصانة.